صباح الخير، هذا الفلوج الأولي لي. طبعا قبل شوي طلعت الجو كان كلش بارد، حاولت إنه أصور فلوج عن موضوع معين، بعدين شفت الموضوع كلش أوفر وصار برنامج تلفزيوني. تيم هذا الخس مالتك؟ أوكي، خس سيس خس جي جي. كنا أروح المحل، أريد أشوفكم وياه المحل مال التنزيلات، ويعني شلون محل مال بالة إحنا نسميه بالعراق، اللي هو هنا يخلون بيه تنزيلات مال هدوم وغراض والى اخره. طلع يلا منا تين 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 منا يلا بني الاشياء مال الشجره مال راس السنه انتهى مفعول هش اللحن وصار الملاعب ما ادري ايش يعني منا تين هلا 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 يلا اصعد 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 للسيارة بس لازم اخلي تين بالكار سيت مالته يلا بابا حطينا ساعتين بالكار سيت وبعد ما حطيناه بالكار سيت هسه رايحين على المحل اللي قلت لكم عليه. المحل هو اللي يعني مال اغراض قديمه وهدوم قديمه، هذا كل شيء يفيد الواقفين الجدد، يفيد الناس الموجودين بامريكا من عرب اللي يحبون ياخذون غراض محتاجين غراض لبيتهم، هذا كلش كلش راح يفيدكم وراح يساعدكم انه تاخذون من عنده غراض بحيث تقدرون انه توفرون على نفسكم هواي فلوس. طبعا استغل الشغلات مال شجرة عيد الميلاد سواني الملاعب مالته، يعني الشجرة مال عيد الميلاد راحت الله يرحمها ليش ما تعرف. المهم واحدة من الشغلات الحلوة دائما ممكن انه توفر هواي فلوس على نفسك من تشتري ملابس من هناك، اكو ملابس حلوة تقدر تحصلها من هناك، او تشتري غراض ممكن تحصلها من هناك. يلا هسه خلينا نطلع بالطريق. واحدة من الشغلات الحلوة اللي ذكرناها هسه انه احنا عندنا بالعراق شيء اسمه جدار الرحمة، بس هذا جدار الرحمة كان اللي نقصه بس شغلة واحدة، اللي نقصه هو التنظيم، يعني كان ناقص انه يسوون تنظيم كلش مميز. الجدار الرحمة يعني كمثال انه الالوان مال الملابس الموجودة اللي الناس تحتاجها يعزلون مثلا الاسود بحد والاحمر بحد والابيض بحد، فالناس راح تكون عليها العمليه كلش سهله، ويروحون يخلون هاي الملابس ويخلون هاي الاشياء بمكان مرتب مو بالشارع، بمكان مرتب، وياخذون اجور كلش بسيطه على هاي الملابس. مثلا اخذ فد ربع دينار على القميص، مو فد مشكله ترى الربع دينار، واخذ فد 1000 دينار على شغله كلش كبيره مثلا قاط او فد شيء، واسوي واهس للناس اخليهم يتبرعون. شلون اسوي واهس للناس اخليهم يتبرعون؟ اخلي فد رقم تليفون واجيب متطوعين شباب، وهذا بالمناسبه اكو هسه مجموعه مال شباب ذاك اليوم شفتها على واحده من القنوات او واحده من الصفحات مصورين مجموعه مال شباب بارك الله بيهم، كلش كلش بارك الله بيهم، مسوين هاي الفكره اللي راح اقولها هسه، انه هم مخلين رقم تليفون ومخلين انه انت اذا تريد، انا ما اعرف اسمهم يعني جديات، ما اعرف اسم الصفحه مالتهم او ما اعرف اسم المجموعه مالتهم، بس هم مخلين هاي الفكره انه اذا تريد انت تتبرع بكل بساطه احنا مستعدين نجيك وين ما انت تكون، مستعدين نجيك وناخذ التبرع مالتك ونوصل للانسان اللي محتاجه. هذا كلية الفريق تطوعي يسوي هذا الشغل، هذا الشيء كلش عظيم، عاشت ايديهم بارك الله بيهم، حتى يساعدون بتزويج الناس ويعني ينطوهم الاشياء اللي يحتاجوها بزواجهم اللي يقدرون عليه طبعا. بس احنا نحكي عن جدار الرحمة مثلا، حتى لا يحسسون الانسان بالذل لما ياخذ فشي، حتى اذا ينطوه اياه باجر بسيط كلش بس يكون منظم احسن من انه هو مشمر يعني بالقاع والشمس. هاي الكنيسة تشبه القدس. احنا عندنا مشاكل كلش كبيره بموضوع التربيه، يعني احنا بتربيه، خل احكي عن مو عن نفسي، خل احكي عن فئه موجوده بمجتمعنا. احنا بتربيه هذا المجتمع عندنا ابسط مثال، اللي يريد يتبرع يقول لا يا بنت ليش تتبرع، خوب الشمره زين اوكي راح الشمره،
ومن يريد يشمر هذا مثلا عنده بايسيكل يريد يتبرع بي، لا لا تتبرع بي شمره زين اوكي راح يشمره، من يريد يروح يشمره بالزباله يقول له كسره كسره قبل ما يشمره، زين ليش؟ زين انت هذا البايسيكل 16 وانت صار عمرك 21 سنه وما تريده، انطيه لبن جيرانكم، انطيه لاي طفل بالشارع بدل ما تكسره وشقق التايرات وتتعب نفسك، والله راح يفرح ذاك وجوز يدعي لك ويسوي لك فشي براسك. جينا المحل، اسم المحل الهندي، اول المنتجات اللي اخذناها بخور هيجي صحيح هيجي، وراها شعريه جايين ليش تورجي ها شنو؟ ليش انا قاعد اصور بالليل؟ ها صدق ذكرت ليش قاعد اصور لكم بالليل، ثلج فقلت حرامات يفوتكم هذا المشهد الحلو وانتم اكيد تحبون الثلج، السيارة مالتي راحت انغطت كلها، يقولون عاصفة من يضرب على الصدر وكذا، يعني إذا عاصفة يعني باكر ماكو شغل، هذا شيء حلو.